الشغال هون عم بتعب هالايام، كيف ما سالته؟ قال وين تعرف داره؟ بدي اعطيكم بعد اللي قالوا امبارح بهالموضوع هذا. بيقول الجنرال عون امبارح بالمؤتمر الصحفي اعداد مجموعه مسلحه تضرب القوات المسلحه من الظهر وهي متمركزه للدفاع عن المنطقه الحره، هذا عمل جبان وعمل خياني. مش خايمين بلشنا مضربين؟ خايمين بلش مضربين؟ من اول يوم بلشت قوات البيوت تهاجم مراكز الجيش المنعزله وتطحنها. وانا عم بعطيه وقائع، يعطيني وقائع اي يوم واي ساعه واي لحظه. انا رح اعطي كل الوقائع يلي سبقت بدايه معركه نهار الاربعاء زيادة عن الوقائع اللي اعطيتكم اياها. راح انكم تاريخ 30/1/90 نهار الثلاثاء الساعة 2:30 بعد ظهرك شوف الأحداث كيف بلشت. خطف الرفيق يوسف طنوس وسلبه آليته العسكرية على حاجز الشرطة العسكرية منطقة جسر باشا. الساعة 4 خطف الرفيق اسكندر كنعان على يد عناصر الجيش اللبناني المتمركزين في مبنى الدفاع المدني في عين الرمانة. الساعة 5 وضع السريد 124 الجيش لواء الثامن بحالة جهوزية وتأهب قصوى. المهمة مداهمة مراكز وعناصر قوات منطقة الدبيون. بعد الثلاثة بعد الظهر. الساعة 6 خطف الرفيقين سيمون المملي وربيع العظيمي على حاجز الجيش في شفروليه. الساعة 6:30 خطف الرفيقين شحيد شقاير وربيد جيرو سفيان على حاجز المغاوير في منطقة طوارجة ومصادرة سلاحهم الفردي واحتجازهم. هي كله الثلاثة بعد الظهر. الساعة 7 تدعيم وتعزيز مركز الجيش في الزرقاء وحاجزه في منطقة برجاوي المقابر وتدوير الملالات استعدادا للتحرك. خطف عنصران القوات وسلب آليتهما في منطقة عين الرمانة في الوقت الذي كانت فيه قوة الجيش التي احتلت مدرسة تمر تتجه نحو ساعة العرض والمجلس الحربي. خطف الرقيب الكولا رحمي وضربه وإهانته على حاجز اللواء السامي في منطقة جسر جيجبان للقوات بعدما الثلاثة الساعة 7:30 7:30 خطف الرفيق حوشب مخلوق بعد مداهمة منزله بالتحويطة. الساعة 8:30 داهمت مجموعة من المواد مكافحة منزل الرفيق اسكندر الوادي في حي النعولة في الحدث وأقدمت على اختطافه مع سلام من رفاقه. الساعة 9 خطف الملازم أول كلود خوري ورفيقه سعيد الأخرس أثناء انتقالهم في مهمة عسكرية روتينية ولغاية الآن لم يحدد مصيرهم. الساعة 9:30 مداهمة منزل ملازم أول بولس فار في دريا في سروان. لكن عم تصير عمليات كانت بجبان بدريا في سروان ببيروت بعين الرمانة وسلبه سلاحه الفردي وعداده. سرية من الجيش تتقدم باتجاه الهنجرات المحروقة الساعة 9:30 في أطراف ساحة العبد في مهمة واضحة للالتفاف حول المجلس. بنفس الوقت الساعة 10 بالليل 3 انتشار حول سكنة صربة وانتشار اللي قال على مخازن تموين وانتشار كثيف في منطقة متحف تمدد المغاوير في عدمة وتطويق مراكز قوات في فتح ثلاثة الساعة 9 بالليل. نهار أربعة الصبح يعني الساعة 12 بعد نصف ليل ثلاثة صباح الأربعة الاعتداء على مجموعة الحماية التابعة للصندوق الوطني من قبل مجموعة الجيش اللبناني. هذا الصندوق اللي صوره المحتلون ومن وقتها ياخذينا الصندوق ليش مركز عسكري شو هالكذب هذا. الساعة 1:15 صباح الأربعاء 31 مداهمة مركز قوات صلب المدينة مدرسة سياحية في الدكويني واعتقال عنصرين كان بداخله. الساعة 2:10 احتلال مركز الدفاع الشعبي في رأس الدكويني مع مداهمة لمنازل وعناصر القوات في تلك المنطقة وقد عرف من رفات المخطوفين إلى هلا بعض المخطوفين ميشيل مخلوق إليم هلا في الوهبة ميليت صليبة أنطون وأنطون. كما تم احتلال مراكز دفاع الشعب في مستديرة الحي وخطف أربع عناصر من عديدهم الرويسات وتخريب وسرقة محتوياته الروضة وخطف أربعة من عناصره ومركز تابع لجهاز الأمن في منطقة الدكويري وكان آخر هذه الأعمال العدوانية ما قام به قوات الجيش في رأس الدكويري. نحن اللي بلشنا يعني أنا بعطيك كل هالوقائع يعطيني واقعة وحدة نحن اللي بلشنا زيادة عن هيك. قد ما قلت لكم بلد المستقبل كان رايح تحتل الضيقة وبلش ينتشر بجبال تطور مراكز النواب. بقلك شو قلت لك امبارح؟ تبين انا بالتحقيقات مع الموقوفين على انه كان في اعداد مسبق وفي توزيع اهداف في خطه عسكريه كامله. لكن الجنرال مين يلي بلش
انتم بالاعلام او غير الاعلام بيقول بدي الغي القوات اللبنانيه، ما في قوات مسلحين بعدهم موجودين، ما بقى القوات المسلحه الضل موجوده، ما في بندقيه الا البندقيه الشرعيه، والبندقيه الموجود نشكر الله اعطانا نعمه اذا بدنا نلتحق بالجيش اللي بدنا محامي ومهندس وشب حلاوه بلاقي له شغله، والشب بشب ما بلاقي له شغله. ما مين اللي بلشها؟ مين اللي اجى طرح وركض وكل الناس عنده صار يقولوا له الجنرال ما بيقدر يلغي القوات اللبنانيه، ما بيقدر يلغي القوات اللبنانيه، ضلينا يومين نتباحث نحن والجنرال قبل الاشتباكات، قبل ما بلشت الاشتباكات، انه ما بيقدر يلغي القوات اللبنانيه وما بقى تضل القوات اللبنانيه، يا بفوتوا على الجيش كعناصر مش كدور كونستيتوي، يا بقبل فيها، كيف تعلم بالظهر؟ ما مين بلش الحرب؟ ما انت بلشت هالحرب هيدي؟ ما بقيت عم بالظهر نحن مش هلا كنا نطعم بالظهر، كنا وقت كنت مخنوق ومطوقلك من كل الجهات، ساعتها بنطعم بالظهر. لو القصة مثل ما عم تحاول تسوقها قصة الطائف وما الطائف ما تيوب يا حول كل منطقة كسرين وجبال بتصرفنا، ليش ما فوتنا إلا حود وقعدناه؟ حاجة المدفون مش معنا، سكنت عم شيب مش معنا، كل منطقة جبال مش معنا، ليش ما فوتنا إلا حود وجيش وحطيناه بصربها هلا؟ عيب الكذب مش أنت تبيع الناس غير الموجود، أنت كان بدك إياه تقضي على القوات اللبنانية وتسيطر على كل منطقة شرعية بتقعد تخلي حدا يتحفظ ولا حدا يتنفس. منا قصة لا طائف ولا غير طائف، انت بتعرف تماما شو موقفنا من الطائف. انا برجع بسألك، لو هيك ليش ما فوتنا الياس نهراوي على سربا؟ ليش ما فوتنا امين لحود وجيش وهلا وهلا وقت عسكري، ليش ما فوتناهم على سربا على كسروين على جبال على مطرح بدك اياه؟ المعابر كلها صارت بايدنا، ليش ما فوتناهم؟ هذا مش مزبوط اللي عم تحكيه. كل اللي عم تطرحه يا جنرال كذب عم تكذب على الناس. انت اللي عم تعمله بدك تجرب ما تخلي حدا واقف على جنب المنطقه الشرقيه ولا حدا قادر يحكي كلمه ولا حدا قادر يتنفس، اذا فيك تقطع الهواء عن الناس الا اللي بيطلع بيزقفوا لك، هو بس على شيء بحق لهم شويه هواء، وهلا بوجودنا بحق لهم شويه هواء. لو انقضى على القوات اللبنانيه او في قوات لبنانيه حتى هو ما بده يحق لهم هواء. بيجي بيقول لك قال شو معنى تصريح مكارتي وشو معنى تصريح جرجان؟ شو بدي مكارتي او جرجان؟ بعطيك وقائع بترجع بتقول ان احنا بلشنا وبلشنا لانه مع الطائف وبدنا نمرر الطائف وهيدي خيانه بالظهر، انت خيانه بالظهر، عيب عليك سبعة اشهر نحن ضلينا سبعة اشهر سلاحنا بايدنا حافظين على كل الجبهات لحديت هاللحظه الجيش معه 40% من الجبهات، احنا معنا 60% من الجبهات، بيك في وقوفنا على الجبهات، ما خلينا حدا يجي على الجبهات، ما بتخلي حدا يمرق من الجبهات. بيك في كل شيء اشتغلنا بحرب التحرير، تتيجي تتعلق بالدار هلا وتجرب تقضي علينا لانه صار عندك شويه انصار، صار في تستبدلنا فيهم وقت ما كان عندك انصار،